بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم فلسطين تاريخ واحتلال. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الصراع العربي الإسرائيلي وحلقته الأولى في حرب عام 1948 ودور الجيش العراقي الباسل فيها. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الشيخ الدكتور سعد سالم ملعلو، عسكري متقاعد. أهلا ومرحبا بكم سادتي الأكارم. مشاهدي الكرام، نحن الآن أمام لقاء جديد من برنامجكم فلسطين تاريخ واحتلال، وأيضا بعد أن قطعنا شوطا كبيرا في مراحل الهجرة اليهودية إلى فلسطين، الآن ننتقل إلى محور آخر وهو في التاريخ الحديث ومن ثم المعاصر، وهو صراع العربي الإسرائيلي. ضيف حلقتنا لهذا اليوم أحد ضيوفنا المميزين، إنه الشيخ الدكتور سعد سالم ملعلو، عسكري متقاعد. ولهذه الشخصية أيضا هناك دور قيادي ودور اجتماعي وعشائري في مدينة الموصل فضلا عن الجانب العسكري، فله باع طويل واطلاع في هذا الجانب. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم في هذا اللقاء، آملين أن تكون الفائدة بعونه تعالى. حياكم الله دكتور، وحيا الله المشاهدين الكرام، وعيد الله. أضحى مبارك على الجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك، أعاده الله بالخير على الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. الحقيقة الآن نحن في محور مهم من محاور تاريخ فلسطين، وهو تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، وأيضا الصراعات أو الحروب التي نجمت ما بين طرفي النزاع أو طرفي الصراع، لا سيما القوى العربية ومن ثم القوى الصهيونية. وقبل هذا، قبل أن نبدأ، بالتأكيد بيودنا أن نعود إلى الخلف، كيفية اختيار فلسطين، ومتى بدأ التفكير في اعتبار فلسطين موطن للحركة الصهيونية أو لليهود من أجل إقامة كيان دولتهم. وبالتأكيد كما هو معلوم هناك سير من الأحداث، ابتداء من المؤتمر الأول وانتهاء أيضا بالحربين العالميتين الأولى والثانية. نعم، الحقيقة احنا في الحلقة السابقة دكتور ذكرنا انه مراحل الهجرة الى فلسطين التي بدأت تقريبا عام 1890 وما قبلها من ما عقبها من مؤتمرات، بالتأكيد. نعم، ومن ثم يعني تم التركيز في مؤتمر بازل عام 1897، صح، اللي هو انتخب فيه تيودور هيرتزل رئيسا للحركة الصهيونية، وزعيما للمؤتمر. ومن ثم بدأت عوامل تجسيد هجرة اليهود إلى فلسطين بشكل مبرمج. نعم، بعد أن تم اعتماد فلسطين موطن لإقامة دولة اليهودية. نعم دكتور، عفوا، كان هنالك عدة محاولات لعدة دول، بالتأكيد، مثل الأرجنتين وجنوب أفريقيا، نعم، ولكن تم وقوع الاختيار على الأرض العربية في فلسطين، نعم، لأسباب استراتيجية كبيرة جدا، منها شطر الوطن العربي إلى شطرين، نعم، والسيطرة على مصالحه الاقتصادية طبعا يوفق مزاعم ثيوقراطية دينية لا تقوى أمام الحقائق. أكيد. هذه مفروض منها. فإذا هنا بدأ التفكير بإقامة كيان سياسي في فلسطين. في فلسطين أتت الحروب. الحقيقة احنا دكتور اعتمدنا على العديد من المصادر، نعم، المهمة لغرض محاولة الوصول إلى الحقيقة، صح، أو جزء من الحقيقة في هذه الحلقة، نعم، اللي هي عن معركة عام 1948 اللي هي الحلقة الأولى، صح، العسكريا في سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي، نعم، الإسرائيلي. فاعتمدنا مصادر منها 20 عاما مع حربنا مع إسرائيل، لماذا فشلنا وكيف ننتصر، للعقيد الركن صلاح الدين عبد القادر، صح، الكتاب الأبيض الصادر في لندن عام 39، صح، أو يسمى كتاب ماكدونالدز، نعم،
تاريخ حرب الجيش العراقي في فلسطين. نعم. الأستاذ خليل سعيد. نعم. وكان أهمها الحقيقة مذكرات الفريق الأول الركن صالح صائب الجبوري. نعم. الذي كان رئيسا لأركان الجيش في عام 1948. نعم. مع وزير الدفاع شاكر الوادي في الحكومة الهاشمية حكومة الملك. نعم نعم. وكذلك مذكرات فوج القاوقشي الذي عمل قائدا لجيش الإنقاذ. نعم. ومذكرات عبد الله التل. صح. أحد القادة الأردنيين. الأردنيين. نعم. نعم. بعد مؤتمر بازل الذي أقام في سويسرا عام 1897. نعم. جاء وعد بلفور أو مرحلة الانتداب على فلسطين البريطاني. نعم. الحقيقة لمدة لا تزيد عن 1200 عام قبل هذا الوعد كانت تحكم فلسطين من قبل المسلمون وكان آخرها العثمانيون الحقيقة. وكانت نسبة المسلمون في هذه الفترة 85%. صح. المسيحيون 15%، اليهود 5%. صح. في تلك المرحلة. تمام. فجاء مشروع هرتزل. نعم. لتركيز الهجرة بعد ما تم اختيار مثل ما تحدثنا فلسطين أرضا لليهود. نعم. فجاء وعد بلفور. نعم. الذي شجع على إقامة وطن قومي لليهود. نعم. اللي هو عن طريق البريطانيين. وهذا المشروع يقوم على أن اعتقاد فكرة أنه الأرض لهم. نعم. وليس كما يشاع. نعم. أنه هي أرض بين العرب واليهود. نعم. والمسلمون عفوا واليهود والمسيحيين. نعم. يعني هاي هم ما يقولوه أنه دولة فلسطينية للجميع. صح. ولكن حقيقة الأمر يعتبرون كامل الأرض لهم. نعم. اقتصاديا وعسكريا وسياسيا. نعم. ولهذا كانت أول مستوطنة فلسطينية وجدت عام 1878 إذا تلاحظ دكتور. نعم. قبل. نعم. المؤتمر. يعني حتى قبل المؤتمر بازل. حتى قبل المؤتمر بازل. نعم. وكما قلنا جاء وعد بلفور ليعطي من لا يملك ما لا يستحق. صح صح. نعم. بفعل الهجرة احنا قلنا أن نسبة اليهود كانوا 5%. نعم. بفعل الهجرة أصبح 31%. صح. من عام 47. صح. ومن ثم كانوا على أرض من مساحة فلسطين. نعم. تشكل 8%. صح. لأن مساحة فلسطين تقريبا 27,000 كيلومتر مربع. تمام. فكانت 8%. نعم. مجرد الأراضي اللي كانوا مسيطرين عليها اليهود في تلك المرحلة. نعم. وجاءت نتائج حرب عام 48 من 8% انتقلت إلى 78%. نعم نعم. كسيطرة على الأراضي. إذا كان لحرب 48 كان نتائجها أحد نتائجها. نعم. أنه زادت مساحتهم. نعم. يعني بطفرة كبيرة جدا يعني من 8% يسيطرون على الأرض إلى أن أصبحت 78% بعد هذه. نعم. الحرب. نعم نعم. الدكتور يعني حقيقة هي يعني حرب 48 أيضا كان هناك كثير من الأعمال التي حدثت يعني قبيل قيام الحرب وهي موضوع قيام كيان الدولة الصهيونية. بالتأكيد فلسطين كانت تابعة للانتداب البريطاني، كلنا نعلم أنه بعد الحرب العالمية الأولى أصبح هناك انتدابات، الوطن العربي قسم بين يعني بين الدول الاستعمارية، ففلسطين كما هو معروف أصبحت تابعة للانتداب البريطاني. البريطانيا كما هو معلوم كانت الحقيقة تعمل يعني حتى المندوب السامي والحقيقة كان يهودي أو دعنا نقول صهيوني لأن التعبير يكون أدق، فعملوا من أجل إقامة كيان الدولة على أرض فلسطين. إذا قيام الدولة في 15 أيار مايو 1948 والحقيقة سبق الحرب، سبق عمليه الحرب، لان يعني العرب ارادوا ان يقوموا يعني كان رد فعل يعني الحرب العربيه الاسرائيليه الاولى في عام 1948 كانت رد فعل لاقامه كيان الدوله الصهيونيه. الان نحن نتحدث عن هذه الحرب. دكتور حقيقه كان تاثير الحرب العالميه الاولى والثانيه اكيد التاثير الكبير على متغيرات العالم. صح. خصوصا بعد تشكيل مجلس الامن. نعم. عندما كانت عصبه امم وغيرها. نعم نعم. ففي منظورهم انهم يحكمون العالم. صح. فعلى سبيل المثال استغلت مساله هتلر. نعم. بالحرب العالميه الاولى والثانيه ب 36 من قبل الحركه الصهيونيه. نعم. مما شجع الهجره.
صح. يعني هاي شوف تأثير الحرب العالمية الثانية على موقف الهجرة، فازدادوا إلى يعني 145 ألف مهاجر. نعم. أنه الحجة موجودة أنه هتلر قام بالهليكود المحرقة واضطهاد، والعرب ما ذنبهم يعني، هتلر ما قام ب يعني ناصب العداء اليهود، اشتغلت رد الفعل صار. وكذلك نعم كانت الرؤية نعم الصهيونية نعم إلى مجريات الحرب العالمية الثانية، موضوع مهم جدا. إيه أكيد. أنه كيف أمريكا راح تدخل الحرب وكيف راح تنتصر، ومن ثم أصير يعني شو خلينا نقول عمود الخيمة اللي يستند عليها الـ 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 الكيان الصهيوني أمريكا والغرب. أنا هنا الحقيقة يستوقفني سؤال. نعم. يستوقفني سؤال. دائما اليهود عبر التاريخ والحركة الصهيونية في التاريخ المعاصر أنها دائما تستند إلى قوى عظمى حتى قبل الميلاد. دكتور تستند نعم، ولكن كيف كان لهم رؤية، وبعض العرب كان لهم رؤية أنه ألمانيا هي راح نعم تفوز بالحرب هي دول المحور. نعم. بالوقت اللي كان رؤيتهم يعني رؤيتهم مختلفة. مختلفة تماما. كانوا يعني كانوا نعم الحقيقة يؤكدون بأنه ستكون بريطانيا هي الرابع. هي الرابع. ولهذا السبب يعني كانت هي الحقيقة بجانب بريطانيا. بس دكتور حدث يعني الحقيقة حدث مهم. نعم. استدارت الحركة الصهيونية من القوى البريطانية إلى قوى أعظم. نعم. وهي من خلال المؤتمر اللي جنابك المؤتمر اللي بلتيمور. اللي طبعا بالمناسبه مجلس نعم الامن اقرب 33 صوت نعم لاقامه الدوله اليهوديه على الارض فلسطين. صح. و10 امتنعوا 10 نعم اصوات و12 نعم صوت اصبحوا محايدين اعتقد. صح. يعني نعم. ولكن النسبه الاكبر كانت التصويت لصالح قيام دوله قيام دوله. الحقيقه ناورت بريطانيا نعم سياسيا و مع الأمم المتحدة. صح. في موضوع إعفاءهم الانتداب على فلسطين. صح. وهذه المناورة جاءت في توقيت حرج للغاية. نعم. إنه هي كانت تقريبا على الانتداب على العراق وعلى بعض الدول وعلى نعم يعني شنو سبب أنه صار تركيز على أنه لازم تعفى بريطانيا من الانتداب. نعم نعم. وكأنه مسرحية جاهزة للعرض. صح. حقيقة يعني نعم. فعلى هذا الأساس شكلت الأمم المتحدة لجان نعم تحقيق. نعم. جاءت هذه اللجان ومن ثم لجان فرعية وكلها. صح. مجرد كسب وقت إلى حين إعلان الدولة اليهودية. نعم. وانسحاب بريطانيا من 15 أيار 1948 سنت يعني 14 نعم أيار سحبت القوات البريطانية، 15 أيار قامت الدولة، ممتلكات البريطانية العسكرية معسكراتها كلها سلمت للعصابات الصهيونية. انسحب الجيش البريطاني وترك معدات عسكرية هي نواة لتشكيل جيش. بالتأكيد. وحقيقة الإعلام العربي في حينها يقول العصابات الصهيونية. العصابات. وهذا هذا كلام يعني حقيقة يعني بي نوع من الشك. لماذا؟ نعم. إنه قاموا على الفور بتشكيل ألوية وحدات مقاتلة. نعم. والمهاجرين الذين إذا كان اتوا نية مبيتة. المهاجرين الذين اتوا نعم الى 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 نعم فلسطين هم نعم جاءوا مقاتلين. نعم. يعني هم يعلموا ان هناك حرب سوف تحدث. اكيد. ولهذا قاموا بتعزيز الدفاعات نعم على جميع المناطق اللي كانوا مسيطرين عليها اللي سبقنا اللي ذكرناها سابقا. نعم. اللي هي 31% بالمئة من فلسطين مثل تل نعم ابيب نعم وبعض نعم المناطق ركزوا الدفاعات عليها. نعم. صفد غيرها. المهم نعم. الحقيقة أيضاً كان أحد أسباب هذه الحرب، إحنا فاتنا أن نذكر أنه الثورة الفلسطينية الكبرى عام 36. نعم. من 36 إلى 39. نعم. هي كانت بقيادة عز الدين القسام. صح. وأمين الحسيني أعتقد ومجموعة نعم من وهذه الثورة ثورة كبرى كانت. كبرى نعم. نعم. وكان أكون هناك تلاحم عربي. صح. يعني الثورة ليست اقتصرت على الفلسطينيين فقط. لا لا. وإنما أيضاً جاءهم العرب من كل المناطق تقريباً. صح. وكانت أحد أيضاً الأسباب المباشرة لإيجاد حل الحرب. نعم. يعني هي هم إسرائيل يسمون المعركة حرب الاستقلال. صح. يعني يعتبرون هذه الحلقة الأكبر. نعم. اللي لا زال العرب لحد هذا اليوم يدفعون ثمنها. صح. لأنه هذه الحرب ثبتت الكيان الصهيوني. نعم. الحقيقة بريطانيا أصدرت بعد ما حبوا أن يهدون الموقف. نعم. شوف المناورة السياسية. سياسية نعم. دكتور يعني هذه صدرت كتاب الأبيض أو ما يسمى كتاب ماكدونالدز. نعم.
الذي يقولون فيه أنه نحن لسنا آتون لنقيم وطن قومي اليهود. نعم. لا، ولكن إحنا يعني نريد أرض عربية يهودية مشتركة تقوم عليها الدولة الفلسطينية. نعم نعم. ومن ثم تعقد ويانا معاهدات. نعم. ولكن معاهدات سلم وكذا. ولكن هذه المعاهدات ما تتم إذا ما يصير ود وتقارب ما بين العرب واليهود. واليهود والمكونات الأخرى أيضا. نعم. اللي نعم. موجودة على نعم. أرض فلسطين. صح. يعني هذا الشيء ما أعرف أنا هل هو معقول أنه بعد ثورة دامت 4 سنوات. ومن ثم يتركون الجيش ونرجع للأحداث. إيه نعم. يتركون معداتهم وأسلحتهم للصهاينة ومن ثم يقوموا بتشكيل ألوية فورا. دكتور، ما هذا كان أيضا هناك تضييق على امتلاك السلاح للعرب. نعم جيد دكتور، ممتاز، هذه النقطة جدا مهمة. نعم. يعني كان هناك صفقة من الأسلحة ستسلم للجيش العراقي. نعم. لكنها لم تنفذ. صح. إذا معطيات الحرب نعم بدأت تتركز بالتوقيت اللي انسحبت به بريطانيا. تمام. اي نعم. بقى انت بيصفكم عسكري، يعني طبعا رجل انت عسكري وايضا ضابط ركن، بالتاكيد بيودي ان يكون هناك، يعني كما هو معلوم كان الجيش العراقي دور مهم ودور كبير في حرب 48 اللي تعد الحرب الأولى ضمن سلسلة الصراع العربي الإسرائيلي. الحقيقة أنا أيضا فاتني أن أذكر أنه هناك من الباحثين من تحدث عن مراحل الصراع العربي الإسرائيلي، يعني كان الحقيقة أول من تحدث عنها الدكتور غسان العطية. نعم. اللي تحدث ما بين 48 بالتأكيد مرحلة ما قبل 48 إلى 67، وأيضا المرحلة التي تلتها اللي أيضا تناولتها أنا بكتابي. نعم. الصراع. الصراع العربي الإسرائيلي، وأيضا كان هناك المرحلة الثالثة اللي تناولها الدكتور الحقيقة سعد الدين الشريفي رحمه الله، أيضا تناول المرحلة الأخيرة من عملية الصراع العربي الإسرائيلي اللي انتهت الحقيقة في عام 1979. نعم. يعني بداية الصراع الحقيقة وكان أو الحلقة المهمة هو المرحلة التاريخية اللي جنابك تتحدثنا عنها، وهي الحرب العربية الإسرائيلية الأولى في عام 1948. طبعا هناك أيضا ظروف وأسباب بالتأكيد هي الحقيقة سياسية أدت إلى نشوب حرب 1948. حقيقة الأمر أن الأسباب السياسية ذكرناها إحنا. أي نعم. أنه كيف تدرجت الأحداث. نعم. وصولا إلى ابتداء من قيام الحركة الصهيونية للمشاهد الكريم إلى مرحلة ما بين الحربين اللي أيضا كانت مرحلة الصراع. نعم. بين القوى العربية والقوى الصهيونية. يعني إخواننا المشاهدين الكرام. نعم. يعرفوا ما هو تعريف الحرب أصلا. نعم. هي الحرب هي آخر وسيلة لفض النزاعات الدولية. أكيد. نعم. يعني عندما تستنفذ الوسائل السياسية والدبلوماسية والوساطات وغيرها يلجؤون إلى الحرب، يكون السبيل الأخير والحرب. فإذا نرجع لأسباب الحروب. نعم. كل الحروب اللي جرت في العالم. نعم. التاريخ القديم والحديث ولحد هذه اللحظة. نعم. نجد هنالك أسباب سياسية. أكيد. ومن ثم يأتي صنع القرار العسكري. صح. فكان الحقيقة هناك آراء حول هذه الحرب. نعم. مثل على سبيل المثال شهادة الفريق الأول ركن صالح صائب الجبوري. نعم. يعني هاي شهادة من 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 في زمن عبد الرحمن عزام اللي كان أمين الجامعة العربية. نعم. إنه الجبوري حضر مؤتمرات. صح. داخل الجامعة العربية. نعم. فيقول، أنا راح أقرأها لأنه هذا النص. نعم نعم. النص أمانة. نعم. لقد ظهر لي من خلال اتصالاتي الشخصية مع رجال السياسة للدول العربية ومن خلال حضوري لبعض الاجتماعات أن وجهات النظر لم تكن موحدة من أجل حل قضية فلسطين. نعم صح. هذه الاجتماعات اللي نعم. اللي سبقت المعركة. نعم. وأن الجيش وتكونت لي فكرة. نعم. هاي الشهادة الثانية. نعم. من الاجتماعات المختلفة أن الجيش المصري لا ينوي الاشتراك بحركات موحدة مع الجيوش العربية. صح. هذه أيضا نقطة في زمن. نعم. الملك فاروق كان. نعم نعم. الحقيقة أيضا سمحك عذرا بالذهاب إلى فاصل ثم نكمل حديثنا سيدي الكريم. فاصل قصير ثم نعود. خيب فليشهد في الدنيا وتصدى أبواب تصدى. سيف فليشهد في الدنيا وتصدى أبواب تصدى.
مشاهدي الكرام، عودة جديدة، فأهلا ومرحبا بكم. أستاذنا الكريم دكتور سعد، حقيقة أيضا بوصفكم عسكري بالتأكيد يكون لشهادات القادة العسكريين لا سيما من الجيش العراقي لها أهمية في هذه الحرب المهمة، منها هي الحقيقة ما تحدث به صائب جبوري بالتأكيد في مذكراتي. أرجو تسليط الضوء على هذا الموضوع وإكمال أيضا ما بدأنا به قبل الفاصل. الحقيقة كان لمذكرات الفريق الأول للركن صالح صائب الجبوري الذي هو كان رئيس أركان الجيش، نعم، وحضر المعركة، نعم، وكما يقول الشاعر السيف أصدق أنباء من الكتب، فكان هو حاضر هذه الأحداث وكتبها. الحقيقة المذكرات تعتمد أفضل من غيرها من المصادر بسبب أنه الشخص عاش هذه الأحداث، نعم، وقد تقيم هذه المذكرات من قبل اختصاصيين، نعم، حتى نسبة الحقيقة بها إلى أي. فكان لصالح الجبوري الحقيقة في مذكراته تأثير كبير على تاريخ هذه المعركة. صح. فعلى سبيل المثال كما قلت، يقول تكونت لي فكرة من الاجتماعات أن الجيش المصري لا ينوي الاشتراك، صح، أحد مذكراته، ويتابع لا أدري أي إنصاف وعدل كان للعرب من قبل مجلس الأمن، نعم، الذي أطلق الهدنة الأولى والثانية، نعم، نعم، اللي هي نطرق لها لاحقا. تمام. ويقول وتحدث عن اللواء الركن نور الدين محمود قائد الجيوش العربية، نعم، كيف أنه تغيرت الخطة العسكرية قبلها بيوم، صح، هذه أيضا في مذكرات صائب الجبوري، نعم، نعم. واعترض الفريق على هذا، على تغيير الخطة، نعم، ولم يتم الاستجابة له. ويقول في هذا المجال: لقد أقلقوني وأفزعوني أشد الفزع، وذلك لاعتقادي بعدم إمكانية نجاح هذه الحركات بهذه الحالة. صح. هذول عسكر اختصاص، تأكيد، من يجي يشوف يتابع الخطة العسكرية طبعا ويشوف التنسيق معدوم تقريبا في القيادة المشتركة العربية في حينها، نعم، فعندهم رؤية مسبقة، نعم، يقول كنت غير مرتاح، صح، الخطة أصلا. فأخبرت الأمير عبد الله، نعم، وشاكر الوادي على هذا الأمر، نعم، في اجتماع الأردن، صح، الأمير عبد الله الأول يقصد، وقدمت تقريري إلى فخامة وزير الدفاع اللي هو شاكر الوادي. لقد تبين لي من ابتداء الحرب في فلسطين وحتى الآن أنه قد وقعت بعض الحركات التي لا تنطبق مع الخطة المقررة، صح، هاي شهادة أيضا، تمام. وقد قامت بعض الجيوش العربية بحركات من تلقاء نفسها، صح، دون توجيه من القيادة المركزية، يعني لم يكن عمل موحد. يعني دكتور، هنا أنت بوصفك أيضا رجل عسكري، بالتأكيد كما هو معلوم هو يعني شاركت بالمعركة 7 جيوش، وعندما سئل بن غوريون كيف استطعت أن تنتصر على 7 جيوش، قال عبارة حقيقة سأل، قال لأنها 7 جيوش، يعني كما تفضلتم لم يكن هناك، نعم، تنسيق بين هذه الجيوش أو الوحدات العسكرية العربية، لا سيما القوى الرئيسية اللي هي المصرية والعراقية تحديدا. وهي إشارة ودلالة، نعم، أنه هناك من تحكم في هذه المعركة بالتأكيد من الألف إلى الياء، صح، الحقيقة يعني، وأراد إخراج الجيش، نعم، العراقي. أكو مواقف بطولية فردية، نعم، نعم، هذه تحسب لأشخاصها، نعم، ولكن إذا اتينا للموقف العام يعني، نعم، موقف مقلق وموقف يعني مقدما النتيجة محسومة كانت لصالح اليهود في حينها. دكتور، رغم كل هذه السلبيات، نعم، عفوا، رغم كل هذه السلبيات هذه كان للجيش العراقي دور مهم، وكان له دور الحقيقة يعني هناك كما تفضلتم للتاريخ. الفريق صالح صائب الجبوري رئيس أركان الجيش، نعم، ذكر وأخذ مساحة كبيرة في مذكراته عن دور الجيش العراقي، نعم، نعم، فيقول تفاصيل دور الجيش العراقي أن الجيش العراقي الوحيد الذي دافع عن فلسطين، نعم، يعني وصل إلى هذه الفكرة، صح، وكان موقف الجيش العراقي دقيق جدا في معركة جنين اللي راح نتحدث عنها إن شاء الله نعم لاحقا.
وأرسلت القيادة العامة برقية إلى القوات السورية وجيش الإنقاذ، طلبت فيها قيامهم بحركات تعرضية لتخفيف الضغط على الجيش العراقي. نعم، يعني طلبوا من نجدة الجيش العراقي، لأنه من أشرس المعارك اللي دارت الحقيقة. صح، هي معركتين. نعم نعم، من أشرس المعارك. صح، الجيش العراقي والجيش الأردني. صح، يعني الجيش الأردني كان يقاتل بالقدس الشرقية. صح، جيش الإنقاذ وبعض المستوطنات. فبن غريون قيم هذا الأمر. نعم نعم، يعني يقول احنا عطينا ضعفين قتلانا مع الجيش الأردني والعراقي. صح، من بقية كل الجبهات. تمام، هي راح نتحدث بالتفصيل عنها. لأن بالتأكيد دكتور، كان الحقيقة الجيوش العربية في وقتها تستند على أنظمة حقيقة غير جادة في عملية المواجهة. نعم، يعني خاصة القيادة المصرية بصراحة. نعم والله، هم الموضوع أنهم منفذين كانوا على درجة عالية من الحماسة. أكيد كجيوش. أكيد، ولكن السياسيين. نعم، اختلف الوضع في هذه المرحلة. أفسدوا. نعم أكيد، السياسيون كان لها تأثير مباشر على معنويات الجيش أيضا. نعم، وفي يقول الجبوري في 23 أكتوبر 48 حضرني القصر الملكي في الأردن. نعم، وكان الملك عبد الله والأمير عبد الإله كان الوصي على على أرش العراق. نعم، ورئيس وزراء مصر السيد محمد النقراشي. نعم، ورئيس وزراء سوريا ورئيس أركان الجيش السوري. نعم، حسني الزعيم. نعم، وزير الدفاع العراقي شاكر الوادي. نعم، يتحدث عن هذا اللقاء أنه هنالك جدل كبير. صح، جدل كبير حدث على سير المعركة. صح، فدخل على الكلام مباشرة الفريق الأول صالح صائب الجبوري وقال لهم أعطوني موقف الحركات. نعم، هذه في لغة العسكر يعرفوها. نعم، نعم، أنه مثبت الأوامر برسائل وبرقيات. الجيش المصري يتهم الجيش الأردني بعدم إنقاذه. صح، في الفالوجة. نعم نعم، الجيش العراقي يتهم الجيش السوري بعدم إنقاذه. الجيش اللبناني انسحب بعد ما سيطر على قريتين ورجعوا اندفعوا داخل الأراضي اللبنانية. بدأ معرض إلقاء التهم. صح، بين القيادات العسكرية والسياسية. فهنا الجبوري قال عندما طلبت موقف ضباط الركن، المعركة تدار من قبل قادة وضباط ركن. أكيد، يعني أكيد كل جيش عنده ممثلين عن الحركات والإدارة والميرة في مقر القيادة المشتركة العربية. عمليات العامة. هذول ما عندهم رسائل، ما عندهم برقيات. بالتأكيد، عندما طلب هذه الوثائق الجبوري. نعم، الحقيقة يقول عم الصمت في القاعة وخرجنا بدون نتيجة، بما معناه يعني. نعم، لاحظوا. نعم، شلون الدكتور. نعم، إيه. نعم، إذن يعني الحقيقة كما ذكرتم لم تكن هناك حقيقة جدية في عمليات في عملية تحرير اللي كانت تحلم بها الشعوب العربية في وقتها والشعب العربي بشكل عام. يعني القيادات العسكرية تتخذ بالتأكيد أوامرها تأخذها من القيادات السياسية، والقيادات السياسية كانت أبان تلك المرحلة الحقيقة كلها لم تكن بالمستوى المطلوب، وكانت الحقيقة حتى هناك كثير من الفساد اللي دب في عدد من الجيوش العربية نتيجة لفساد حقيقة. نعم، عفوا دكتور، من خلال اطلاع التقارير. نعم، حتى هناك اتهموا بالخيانة بإرسال الخطة قبلها بيوم إلى ديفيد بن غوريون. الله، هنالك هكذا حديث، هذه الكارثة الكبرى، أنه عن طريق القائد الفلاني أو فلاني. نعم، ولكن تعرف هكذا معلومات لا يمكن توثيقها إلا بأدلة. العسكر لا يقبلها الحقيقة. نعم، يعني أنا أقول للأمانة يعني أن العسكر الحقيقة كانوا جادين. ما نتحدث عن شيء بدون، ولكن هناك إشارة. نعم نعم، حتى يعني شوف أسباب الخسارة. نعم، عدم التنسيق. لماذا عدم التنسيق؟ نعم، هي هم كلهم قادة محترفون وخريجي المدرسة العثمانية والبريطانية في حينها. تمام، هم يعرفون التنسيق جيدا. ما تمام، ولكن لماذا القادة السياسية منعت التنسيق اصلا؟ اكيد، فهذه احد اسباب انهيار الجيوش العربية وعدم تحقيق الاهداف الرئيسية للحرب. اطلق عليها اسم النكبة. صح، فعلا النكبة هي، يعني بداية. نعم، الحرب هي كانت نكبة، اول اصطدام او اول صراع يعني بين القوى. يعني وصفها على سبيل المثال عزمي بشارة. نعم، يقول هي عبارة عن اكبر عملية سطو مسلح في التاريخ. الله، موضوع حرب 48. تمام، واحتلال الأراضي الفلسطينية. صحيح، وكذلك كان القاوقجي اللي كان قائد جيش الإنقاذ، اللي حقيقة أيضا
مذكرات وكان فيها نوع من الصراع مع جهات عربية أخرى ومع مثل أمين الحسيني، مثل صراع مع القيادة المشتركة العربية. صح. فيذكر يقول أن مذكراته هي شرط لحوادث ووقائع مثبتة بوثائق رسمية. هذا القاوقجي. نعم. ورسائل وبرقيات بتواريخها وأسماء أصحابها. نعم نعم. يعني مذكراته استندت. نعم. شوف الفرق بين مذكرات القاوقجي ومذكرات صالح الصائب الجبوري. نعم. صالح الصائب الجبوري كان حاضر المؤتمرات. نعم نعم. بأم عينه كما صح. يقول ال. هنا مذكرات قاوقجي كونه في الميدان. صح. فاستند إلى رسائل وبرقيات. نعم. قام بتجميعها ومن ثم ذكرها على شكل مذكرات، ويتهم القيادات العربية بإرسال تقارير إلى ديفيد بن غوريون. زين. حول تحركات وخطط الجيوش العربية. وفيما عند القاوقجي أنه مثبت هذا الشيء عنده في مذكراته. نعم. وحقيقة كان هناك رأي مهم للقائد الأردني. نعم. عبد الله التل. نعم. وهو يعني مذكراته من 600 صفحة تقريبا. نعم. حول المعركة 48. اللي لفت انتباهي يقول أن العراق الوحيد الذي شكل لجنة نيابية للتحقيق في حرب في أسباب الخسارة عام 1948. إذن كانوا جاد العراقيون كانوا جادين. يعني الجيش العراقي دائما يدفع الثمن. أكيد. سبحان الله. يعني شوف يقول أن العراق الوحيد الذي نعم. شكل لجان. صح. للتحقيق. نعم. لم يتقبل خسارة هذه الحرب. صحيح. سياسيا وعسكريا في تلك المرحلة. ويتابع يقول أن معركة القدس القديمة الكتيبة السادسة الأردنية. نعم. قاومت ولم تنجح القوات الإسرائيلية في اقتحامها. نعم. أو تدميرها. ولهذا يعتبرها ديفيد بن غوريون الغطة الكبرى كما يقول، التي دفع فيها أكثر من ضعفي قتلى المعركة. نعم. كما أسلفنا. نعم نعم. إذن يعني الحقيقة كانت هناك مواقف متباينة للجيوش العربية خلال هذه الحرب. يعني كان لكل جيش كان له موقف، وكان لكل جيش أيضا معارك رئيسية. الآن بيودنا أن نعود إلى الجيش العراقي والمشاركة الرئيسية، وأيضا في هذه الحقيقة الحرب التي ترك بصمة واضحة في هذه الحرب، لا سيما من خلال أحداث معركة جنين. نعم. عفوا الدكتور، قبل ما نخوض نعم. في معركة جنين. نعم. هناك موقف عام للمعركة. نعم نعم. يعني ما هو موقف الجيوش العربية. نعم نعم. حتى المشاهد الكريم تسلسل الأحداث. نعم يعرف. نعم. نعم. وأيضا لإعطاء لكل ذي حق. راح نتحدث عن قوات الطرفين. نعم. عندك فرضا الجيش المصري بدأ ب10,000 وانتهى ب20,000. نعم. راح أتحدث عن الأرقام النهائية. صح. الجيش المصري 20,000 من 9 ألوية بها مشات ومدفعية. نعم. ومدرعات. نعم. الأردن 12,000 جندي. نعم. دخل هذه المعركة. العراق 15,000 جندي. سوريا 5,000. لبنان 1,000. السعودية 3,500 جندي قاتل. السعودية والسودان الحقيقة أيضا 3,000 جندي قاتلوا مع الجيش المصري بأمرة. نعم. الجيش نعم نعم المصري. إذن تقريبا ما يعادل 56,000. نعم. مقاتل عربي. نعم. يقابلهم. نعم. 60,000 جندي إسرائيلي. صحيح. صح. أو متطوع. نعم. ولكن هذا الرقم هناك إشارة أن هناك أكبر من هذا الرقم، لأن المهاجرين. نعم. الذي أتوا. نعم. لم تكن هناك إحصائية دقيقة. صحيح. لكن الجيش الإسرائيلي الحقيقة تجاوز 100,000. صحيح. لأنه غذوا قواطع الجبهات. نعم. الشمالية والجنوبية والوسطى بأعداد كبيرة، وكل ما يصير عندهم خسائر يعوضون، فبما معنى أن قوة الاحتياط عندهم. نعم. أكبر حتى من الجيوش العربية الحقيقة. أكيد. في هنا دكتور فضلا عن الجانب التسليحي. نعم. نعم. تستند قوات الجيش الإسرائيلي إلى. نعم. الهاجانة. نعم. يسموها في حينها. ايه؟ تكتل عسكري مؤدلج. نعم. يعني نعم ومدرب على مستوى عالي. نعم. وزرع جيش الاحتلال الحقيقة قواته على المناطق الاستراتيجية. صح. مثل المفارق. ايه؟ الطرق، خصوصا الطرق المؤدية إلى تل أبيب. نعم. يعني من جهة غزة على سبيل المثال. نعم. من جهة قاطع الجيش الأردني والعراقي. نعم. من جهة قاطع الجيش السوري. يعني كانت الجيوش المتقاربة الثلاثة، الجيش الأردني والعراقي والسوري. صح. واللبناني. نعم. فقاموا بتقطيع أوصال. نعم.
المناطق صح. حتى لا يتم دمج هذه أو التقاء هذه الجيوش في نقاط معينة. نعم من يتم الالتقاء راح تتغير معطيات المعركة بالتأكيد إلى مرحلة أكبر صحيح، ويخفق الجيش الإسرائيلي صحيح، والجيش الإسرائيلي في حينها مسلح نعم. سرا بمدرعات من تشيكوسلوفاكيا. تمام. تشيكوسلوفاكيا لعبت دور كبير جدا في تقديم الدعم نعم. إلى الجيش الإسرائيلي عن طريق البحر صحيح، وكذلك مزود بأسلحة حديثة في حينها تمام. أفضل من سلاح الجيش العراقي والسوري صحيح، سلاح الإسرائيلي تمام. وكما تعرف هناك شبهات فساد على 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 أسلحة بعض الجيوش العربية العتاد الفاسد وغيرها، الجبهة المصرية بالتأكيد. اي نعم. وتنص خط الداتال هي اللي يسموها الجيش الإسرائيلي. نعم. الجيش الإسرائيلي كان في حالة دفاع صح. شوف دكتور هنا شوف الأحداث. اي نعم. الجيوش العربية في حالة هجوم، في حالة تحشد وتهيئة للهجوم صح. الجيش الإسرائيلي كان في دفاع، في موضع دفاعي نعم. نعم دفاع ذاتي. وكل منطقة ماذا عملوا؟ قطعوا المناطق، وهذا أسلوب صحيح. عندما يأتي جيش كبير صح. لا يمكن مواجهته بنفس الأسلوب تمام. يقومون بالاعتماد على تقطيع المناطق نعم. ومن ثم يجرون ثلاث خطوط دفاعية نعم. حول كل منطقة أو صح. مستوطنة نعم. ثلاث خطوط دفاعية، إذا انهار خط الدفاع الأول قد الثاني نعم. قد الثالث، إضافة إلى الاحتياط سموه خط الداتال أعتقد جيش الكيان الصهيوني نعم. الحقيقة الخطة العربية ماذا كان يعني ترتيبهم؟ من الشمال الجيش السوري واللبناني نعم. وجيش الإنقاذ، القاطع الأوسط العراق والأردن صح. الجيش العراقي والأردني نعم. جنوب فلسطين كان الجيش المصري والسعودي والسوداني نعم. قطاعات السعودي والسوداني كانت قطاعات ملحقة بالجيش المصري نعم. مجمل الخطة سوريا ولبنان والعراق يتجهون إلى حيفا، المصري والأردني يلتقون في تل أبيب نعم. هاي مجمل الخطة العامة للجيوش العربية نعم. وعلى الجبهة الجنوبية القوات المصرية بقيادة اللواء أحمد المواوي نعم. زين تتجه نحو كفر داروم ورفح. المهم فحدثت أحداث في هذه المعركة بالنسبة للجيش المصري نعم. في بداية الأمر حقيقة توصلوا إلى مناطق مهمة جدا صحيح. احتلوها مثل المجدل وأسدود نعم. هاي مستوطنات مهمة وقريبة على تل أبيب صح. وكان آخر قتال في 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 منطقة سم باستنيام أو باستنيام إيه نعم. مستوطنة توقف فيها الجيش المصري نعم. وكان آخر معقل للقتال له في هذه الجبهة. الحقيقة أيضا سامحك عذرا سيدي الكريم بالذهاب إلى الفاصل الأخير ثم نعود. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. عيوننا إليك ترحل كل يوم، ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة، وتمسح الحزن عن المساجد. يا ليلة الإسراء، يا درب من مروا إلى السماء، عيوننا إليك ترحل كل يوم، وإنني أصلي. مشاهدي الكرام عودة جديدة، ولازلنا في رحاب أستاذنا الدكتور
الشيخ الدكتور سالم سعد سالم العلو. أهلا ومرحبا بك سيدي الكريم. الحقيقة توصلنا إلى نقاط مهمة في سير العمليات في جبهات القتال العربية المختلفة. الآن أرجو أن تكمل ما بدأنا في قبل الفاصل. الحقيقة تحدثنا قبل قليل عن الموقف العربي. نعم. حتى تكون المعركة متكاملة دكتور. نعم. تعرف هذا عرض عسكري لأحداث وجيوش. تحدثنا عن جبهة الجنوبية اللي هي نعم. الجيش المصري والسعودي والسوداني. نعم. الآن نتحدث عن الجبهة الشرقية. نعم. التي يعني كانت الأقوى والأشد، معارك الجيش الأردني. نعم. في رام الله والأطرون والنبي صاموئيل. نعم. هنالك دارت معارك شديدة جدا. صح. علما كانت القدس بيد الصهاينة. نعم. فتم حصارهم من جيش مع جيش الإنقاذ. نعم. والغريب الأمر أنه عندما طلبوا دعم أرسل لهم غلوب باشا. نعم. وأعتقد جون غلوب باشا اللي هو قائد الجيش الأردني. نعم. طبعا ليس فقط هو القائد، وأنا معه 40 ضابط تقريبا. صح. كانوا يقودون وحدات من الجيش الأردني. صح. يعني من الضباط الإنجليز. هو إنجليزي. نعم. نعم نعم. وقام بإرسال سرية واحدة فقط لغرض مساندة جيش الإنقاذ والجيش الأردني لغرض تحرير القدس، ووقعت خسائر كبيرة بين الجانبين، وسيطر الجيش الأردني على القدس، وهي هاي المعارك الثلاثة للجيش الأردني محسوبة الحقيقة، يعني من أشرس أيضا المعارك تعتبر في حرب معركة 1948. وتقدم أيضا على الجبهة الشمالية في حينها جيش السوري واللبناني. نعم. وحققوا بعض الإنجازات. اقتحم الجيش السوري واللبناني الحقيقة مستعمر السمخ السوري، وتعثر على الجبهة بسبب تدمير الدبابات السورية في حينها. أما الجيش اللبناني احتل منطقة أو قرية تسمى المالكية. نعم. بعد الحدود اللبنانية. ولاحقا أيضا انسحب منها وعاد إلى داخل الأراضي اللبنانية، ومن ثم قامت إسرائيل باحتلال بعض الأراضي. صحيح. على كل حال نأتي إلى جدر الجيش العراقي في هذه المعركة. نعم. الحقيقة الجيش العراقي كان له دور الأكبر والمميز في هذه المعركة. نعم. ولكن حاولت بعض القيادات العربية في حينها التشكيك بهذا الدور. نعم. واستندوا على كلمة عندما طلب من أحد القادة موقف معين قال ماكو أوامر. نعم. استندوا عليها كثير في مذكرات القادة الأخر الحقيقة للجيوش العربية. نعم. أنه الجيش العراقي يقول ما رئيس أركان الجيش أو حقيقة تفاصيل الموضوع الدقيقة، ولكن كيف ماكو أوامر؟ هو الجيش العراقي آخر جيش انسحب أصلا. صح. من الأراضي الفلسطينية. صحيح. والجيش الوحيد الذي حافظ على الأرض لمدة سنة كاملة بعد ما انسحبت قطعات الجيوش العربية تقريبا. على كل حال دكتور، الجيش الوحيد اللي لم يعقد هدنة مع الكيان الصهيوني إلى يومنا هذا. نعم. لم يعقد هدنة نهائيا. نعم. الحقيقة تألفت قطعات الجيش العراقي من جحفة اللواء المعركة الرابعة. نعم. يعني تقريبا وصل ها القطعات الطلائع وصلت، ومن ثم قوات الحركات العسكرية فيها. نعم. تفاصيل. نعم. عندما يتحرك الجيش من بلد إلى بلد آخر. نعم. يصبح هناك خط مواصلات. أكيد. فما معقول أنه يصل الجيش في آن واحد. أكيد. وإنما تصل طلائع الجيش. نعم. ومن ثم تتكامل الوحدات في منطقة تحشدها، ومن ثم تبدأ المعركة. صحيح. فكان جحفة اللواء الرابع المؤلف من فوجي مشات وفوج آلي وكتيبة مدرعات وكتيبة مدفعية وكتيبة مقاومة الطائرات، كان هدف الجيش العراقي نتانيا. نعم. منطقة نتانيا اللي هي تشطر إسرائيل إلى شطرين. صح. وهذا الهدف الحقيقة يعني الهدف الأساسي من شطر إسرائيل إلى شطرين، اللي لاحقا راح تلتقي الجيوش العربية في تل أبيب. صحيح. فكان دور مهم جدا، كما أعطي دور في حرب 67. نعم. القوة الجوية وحرب 73. نعم. أيضا وين أكو واجب صعب كان يناط للجيش العراقي. العراقي. نعم.
فحشد قطاعته في دير الشرف منطقة. الحقيقة المهمة الأصلية اللي هي كما قلنا ثانية، نعم، انحرفت باتجاه آخر، نعم، اللي هو الدفاع عن جنين. نعم. بعد ما وصل الفوج الآلي بقادة المقدم نوح الشلبي، نعم، وكان قائد القوة طاهر الزبيدي اللي صدم، نعم، بخيط آيدن، نعم، قلعة كيشير يسموها، نعم، قريبة من نابلس أو في نابلس، هذا الهجوم الأول لم تسقط القلعة الحقيقة في حينها، ولكن، نعم، على مشارف القلعة أصبحوا وقاموا يدكونها بالمدفعية وغيرها، وكانت التحصينات الإسرائيلية قوية جدا فيها، نعم. وخط أيضا للمشاهد الكريم، نعم، هو خط أنشأته القوات البريطانية عام 1941 لصد هجمات الجيش الألماني، صحيح، نعم، فاستغلوا الجيش الإسرائيلي، نعم، بحيث مباشرة جاء موضع جاهز، أنشأ موضع دفاعي، موضع، نعم، نعم، خط، نعم، جاهز، نعم، نعم، منشأ من قبل البريطانيين، صحيح، ليس فقط دعمهم بالسلاح والعتاد ولكن أيضا في المناطق، حتى بالمعسكرات والمناطق أيضا، نعم. الحقيقة قادة المعركة 48 من الجيش العراقي، نعم، يعني هم العميد طاهر الزبيدي اللي هاجم قلعة كيشير كما قلنا وعبر نهر الأردن، المقدم نوح الشلبي حوصر في جنين، نجي على دور القائد عمر علي، عمر علي، المقدم عمر علي في حينها بعد ما اصطدم الجيش العراقي بقلعة كيشير ودخول المقدم نوح الشلبي مع قواته إلى جنين، تمكن الجيش الإسرائيلي من إنشاء أو إجراء هجوم مقابل، نعم. الحقيقة كان قائد هذا الهجوم هو مردخاي مكليف أعتقد، نعم، بثلاثة ألوية من الهاجانة، ايه، لواء الجولان ومدعوم بالقوة الجوية الإسرائيلية، نعم. بالمناسبة في كل معركة 48 فقط الجيش المصري تقريبا وقسم بعض الجيوش استخدم القوة الجوية، صحيح، وأسقطت 5 طائرات الجيش المصري في هذه المعركة، تمام، يعني دمرت القوة الجوية، كانت 5 طائرات تعني شيئا في ذلك الوقت، نعم، نعم، ايه، نعم. فكان على سبيل المثال الجيش العراقي يتقدم دون إسناد جوي، فقط معتمد على إسناد المدفعي، صحيح، بالمقابل، ايه، كان هنالك إسناد جوي، صح، للقائد الإسرائيلي مردخاي، نعم، الذي كان يطلب إسناد جوي ومدفعي، ولكن سوء الأحوال الجوية حال دون تنفيذ الضربات بدقة، نعم، ولهذا عندما حصر نوح الشلبي مقدم، نعم، نوح، نعم، في منطقة جنين احتل الجيش الإسرائيلي جميع المرتفعات المسيطرة على جنين، صح، ومن ثم تقدموا وقاموا تصغير الدائرة، نعم، على مقدم نوح، ايه، الرجل قاتل وكاد عتاده أن ينفذ، تمام، فبدأ بإرسال نداءات، نعم، استغاثة، نعم، نعم، الجيش عندما يحاصر، نعم، يعني يطلب فك حصار، نعم، هاي بالسياقات العسكرية واردة، نعم، فتم إصدار الأوامر إلى المقدم عمر علي اللي هو آمر الفوج الثاني اللواء الخامس، نعم، آمر الفوج الثاني اللواء الخامس. والحقيقة هذه المعركة يعني معركة ملحمة أسطورية تعتبر في هذه معركة 48، تمام. المقدم عمر علي يذكر أنه لا خرائط لديه عن المنطقة، نعم، فعلى سبيل المثال عندما جاء الفوج إلى منطقة مفرق يسمى أعتقد بيشير أو من هالقبيل، نعم، نعم، سأل أحد اللاجئين أو النازحين في حينها، نعم، فقال له أنتم بعيدين عن جنين، صح، خرائط ما عندهم، إيه، فبدأوا يتحركون بالآليات ومشي على الأقدام وإلى أن وصلوا المرتفعات القريبة من جنين، ومن ثم فتح الجيش الإسرائيلي النار عليهم، نعم، ودارت معركة بين 350 جندي تقريبا عراقي، نعم، يقابلهم يعني قد الرقم يصل إلى 10,000 جندي إسرائيلي، أكيد، البعض يقول 4,000 الحقيقة، والبعض يقول أنه الجيش الإسرائيلي كان من وصل إلى 11,000 جندي. دكتور هم مدافعون أيضا، يعني أيضا يعني السمة الأساسية والشيء الرئيسي أنهم مدافعون ولديهم العدد الأكبر، فبالتأكيد ستكون الغلبة لهم. دكتور بالنسبة النسب الهجوم والدفاع، أي نعم، بالنسبة للمدافع إذا 10,000، نعم، المطلوب يهجم عليه 30,000، ما صحيح، أي 3-1، نعم، لا يمكن، أي، أنه ولكن المعنويات العالية للجيش العراقي البطل تعادل 100 جيش، الله، الحقيقة يعني، صحيح،
فمعركة مميزة معركة جنين. نعم لا زالت قبور الشهداء العرب. نعم فتقدم المقدم عمر علي وتمكن من تحرير وفك الحصار على المقدم نوح. نعم. وألحق فيه الفوج الأول الحقيقة لواء مشاة الرابع. نعم. ألحق لاحقا من نابلس أيضا تعزيزات أتت إلى عمر علي. نعم. في 9/7 حدثت الهدنة الأولى. 9/7 بعد ما اتخذ الجيش العراقي موضع دفاعي. بالمناسبة حدثت معارك فردية. صح. يعني أحد المعارك كان فيها ملازم حسب ما أذكر يعقوب أو من هالقبيل. الرجل استشهد مع مجموعته ولم ينسحب. صح. ولم يعد من قوته غير 2. تمام. اللي هم تحدثوا عن هذه المعركة الشرسة. صحيح. وأيضا كان هنالك متطوعين فلسطينيين. نعم. يعني القائد عمر علي معه 100 متطوع. نعم. تقريبا فلسطيني. هاي تعزيزات. صح. نعم. الحقيقة دكتور بعد الهدنة عفوا قبل الهدنة نتحدث عن الغنائم. نعم نعم. كان هناك الجيش العراقي غنائم من الجيش. نعم. الإسرائيلي. تقريبا 300 بندقية و10 مدافع و20 رشاش و4 أجهزة لاسلكية حديثة في حينها. نعم. يعني خسائر العدو تقريبا وصلت إلى 300 جندي. نعم. الجيش العراقي حدود 30. نعم. شهيد وموجودة مقبرة الشهداء العراقيين في جنين. في جنين. نعم. هنا حدثت الهدنة يوم 9/7 9 تموز 48 الأولى. يعني هذه الهدنة كيف وافق عليها العرب؟ صح. شيء غريب عجيب. في هذه المرحلة قام تعزيز الجيش الإسرائيلي بقطعات جديدة وأسلحة جديدة وقاموا بإعداد الخطط لهجوم آخر. نعم نعم. وبالفعل بدأ الهجوم على كل المحاور ذكرناها، الشمالية والجنوب والشمالية على الجيش السوري واللبناني والجنوبية على مصر، وقاموا بدفع الجيش المصري وعادته إلى 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 قبل ما غزة وإلى صحراء النقب تقريبا، والجيش الأردني انسحب من كامل القدس. تمام. حدود تقريبا يعني بالهجوم المقابل الإسرائيلي بسبب الهدنة، لأنه بهذه الهدنة الفترة. نعم. قاموا بإنزال أسلحة جديدة وإعادة ترتيب خططهم الدفاعية والهجومية. نعم نعم. نعم. الحقيقة كان اللقاء معك شيق وممتع، وأيضا أفدتني بمعلومات الحقيقة نسمعها لأول مرة عن هذه المعركة المهمة، وأيضا دور الجيش العراقي لا سيما في معركة جنين، وأيضا دور الجيش العراقي في معركة 1948. سيد الكريم أترك الآن الكلمة الأخيرة لكم. الحقيقة هذه المعركة تعتبر مؤلمة في التاريخ العربي. نعم. في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. نعم. وكانت اللبنة الأولى أو الحلقة الأولى التي امتدت آثارها لحد يومنا هذا. مع الأسف. وتمكن الكيان الصهيوني من إقامة دولته بعد هذه المعركة. بعد المعركة أكيد. وقاموا أيضا ب يعني خلينا نقول بنصر معنوي عدا النصر العسكري. صحيح. والعرب كانوا متأملين، والشعوب العربية كانت متأملة. تمام. وحتى من غير العرب كانوا. صحيح. متأملين أنهم تعود الحقوق لأصحابها. دكتور كان حقيقة غليان عربي خاصة للشعوب أبان تلك المرحلة. وهنالك عفوا نقطة مهمة، ليس كما صور الجيوش للشعوب العربية بأنها جيوش ضخمة جدا التي شاركت في المعركة. لا لا لا، كانت جيوش رمزية. وليست رمزية، وليست رمزية. ولكن نعم. ولكن العدد قليل، كان أقل من المتوقع. فإذا هي عبارة عن يعني عن ما وراء الكواليس. تمام. هي عبارة. تمام. عن نعم. الحقيقة الشيخ الدكتور سعد سالم العلو العسكري المتقاعد، شكرا جزيلا لهذا اللقاء، وأيضا آملين أن نلتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. إلى ذلك الملتقى نستودعك الله. شكراً. شكراً دكتور، ونشكر أيضاً قناة الموصلية على إتاحة هذا المجال للحديث. شكراً جزيلاً. بارك الله فيك. أما أنتم مشاهدي الكرام نشكر لكم حسن المتابعة، آمنين أن نلتقيكم في لقاءات أخرى. إلى ذلك الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.